الله الرحمن الرحيم. حمص حي الشهداء 27/2/12. فتفرج العالم هون شلون عم مسجل للهلال، مسجل على المعونات. يعني وصلنا بالفور لحالي يرثى لها. يعني احنا حي منكوب هون، حي مظلوم. احنا كان اسمنا اول حي عشيري وقلبناه على حي الشهداء. نعم اخي. يعني تفرج العالم هون المجاعة. اخي ليك تفرج صور هذا دواء، هاي تعفياتنا نحن، مجرد قطن وسبيرتو، ما في عنا شيء. يعني احنا منطقة منكوبة، نشكو من قلة الغذاء، من قلة الكهرباء، من قلة المي، من قلة الغاز، من قلة الاكل، من قلة الخبز. يعني بنشكي من قلة كل شيء الا الموت. ما في عنا غير الموت كثير، وكل شيء غالي الا البني ادم صار عنا رخيص. الله اكبر. يعني بنتمنى انه احنا منظمات حقوق الانسان بس يعني تعترف بخمس شوي. هلا في قصف على باب عمر والواسع طريق 60 هون، وخمس كلها على الآلي.